بنات مصر كانوا بمثابة الشمس اللي سطعت في سماء المتوسط، لأن طبعا كلنا تابعنا النتائج القوية اللي عملها أبطالنا في دورة ألعاب البحر المتوسط الرياضية، وبالتحديد كمان السيدات، لأن كان عندنا مفاجآت كتيرة أوي في البطولة، زي البطلة يمنى عياد اللي حصلت على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط لرياضة الملاكمة، ودي بتعتبر أول ميدالية نسائية مصر تحصل عليها في الملاكمة في هذه الرياضة تحديدا الفردية. دلوقتي بينضم لنا على تقنية زوم يمنى. صباح الخير يا يمنى. صباح الخير، ازي حضرتك؟ صباح الأول الخير ألف ألف عليك يا مبروك، يمنى. ويمكن أنت قدرت أن أنت تحققي نجاح فريد من نوعه. عاوزين نعرف التحديات اللي كانت قدامك، الله وإزاي يبارك قدرتي أن أنت لحضرتك. تحققي اللقب ده أو الميدالية دي. هو أنا بلعب ملاكمة من 3 سنين، حققت أول بطولة جمهورية كانت في بطولة الإسكندرية، حققت أول مرتين في الشباك، ودي كانت أول سنة ليا في العموم. بعد كده دخلت تجارب المنتخب، أول مرة حققت فيها أول، تاني مرة ما حققتش، ما كانش فيه توفيق، بس باختيار من الأستاذ محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد طبعا، وإن هو يخليني أنضم للمنتخب، والحمد لله شاركت في البطولة وحققت. الحمد يمنى، يعني أول حاجة مبروك. تاني حاجة، يعني أنت بتقولي إن بعد 3 سنين بس من ممارستك للرياضة دي، أنت ما شاء الله خدتي بطولة دولية زي دي، أيوة، فكلمينا أكتر عن تمرينك، بتتمرني إزاي، مين الله كان يبارك في بيدعمك؟ حضرتك. اتفضلي. بتتمرني إزاي؟ يعني تمرينات مع المذاكرة، الحاجات دي كلها يعني بتعمليها إزاي؟ التمرينات مع المذاكرة، أنا كنت دايما بنظم وقتي، يعني بقدر أنظم بين الوقت والمذاكرة، كنت بتمرن 2 مرات في اليوم، مثلا مرة الصبح ومرة بالليل. بس طيب، أكتر حد كان بيدعمني كانت والدتي ووالدي، عدد ساعات تمرينك كانوا دايما بيقفوا كان معايا، بياخد وقت قد ايه؟ عدد ساعات تمرينك؟ كان 2 ساعة في اليوم حلو قوي. الصبح وبالليل. طيب يمنى، انت ما كنتيش بتلعبي اي نوع من انواع الرياضة قبل كده؟ يعني انت قلت أنا ان انت كنت دخلتي في الرياضه دي تحديدا من 3 سنين، وفكره ان انت تحققي الانجاز ده في 3 سنين، ده يعني ده حد في حد ذاته انجاز اكبر. يعني كنت بتلعبي حاجه قبل كده؟ كنت بلعب كونغ فو قبلها، بس الكابتن بتاعي هو اللي عرفني على رياضة الملاكمة وخلاني ألعبها، هو اللي حببني في اللعبة دي جدا. طب فكره التحول بقى من الكونغ فو للملاكمه، يعني ليه التغيير ده؟ لأن أنا بحب اللكمة أكتر من الركل، فالملاكمة بالنسبة لي كانت حاجة يعني أنا كنت بحبها أكتر. طيب يمنى، مستعدة للأولمبيكس؟ أيوة طبعا بإذن الله، ده حلم. طب مين المنافس اللي انت يمكن تكوني بتعملي مجهود أكبر شوية في تمرينك عشان لما تقابليه في المواجهة تبقي بتعملي أحسن؟ مفيش حد معين؟ الأبطال؟ لا. سؤال صعب والصيام مأثر علينا لسه برضه. طيب يمنى، طموحك واصل لحد فين؟ طموحي إن شاء الله أجيب أول عالم وذهبية الأولمبياد بإذن الله، وأحسن واحدة في الدنيا كلها. ان شاء الله، وان شاء الله تكوني يعني بطلة واكبر اسم يعني يردد في العالم تحديدا في بطولة الملاكمة، وتحصدي الارقام اللي انت عاوزاها. لكن عاوزين نعرف منك، اتفضلي. انا لا، انا عايزه اسالها، البطوله الجايه عندك ايه يا يمنى؟ ان شاء الله نستعد لبطولة العالم. ان شاء الله. في استعدادات معينه بتعمليها عشان تستعدي للبطوله ايه، مختلفه بما انها بطوله العالم؟ في استعدادات معينه بتعمليها، تمرين خليني اقول تمرينات لياقه مثلا؟ يعني عندك بنجهز. معسكر مثلا هتجهزي نفسك فيه؟ ايوه ان شاء الله المعسكرات لسه، بس هتبقى بعد العيد بإذن الله. ان شاء الله ده ان المعسكر شاء الله. التأهيلي للبطولة صح؟
يعني كل التوفيق لك يا يمنى، وان شاء الله تكوني ضيفه بقى معانا هنا في الاستوديو بعد يعني ما تحصلي على يعني بطوله العالم باذن الله. يعني كل سنه وانت طيبه. كل الشكر ليكي يا البطله يمنى عياد صاحبه اول ميداليه نسائيه في الملاكمه.